هاي جايز، ازيكم؟ عاملين ايه؟ بتكونوا بخير. وانتوا بتشوفوا فيديو النهارده طبعا يا جماعه الخير. النهارده زي ما شايفين كده سرعت لكم، بس في الاول لان يا جماعه الخير بنعمل في السكن، يعني زي ما شفتوا اكيد في العنوان، هندور النهارده على اسره كامله من اول الزوج لحد بصوا الطفل الصغير. بصوا يا جماعه الخير، زي ما شايفين عملنا السكن المشهور بتاع ما بيوت بتاع ناس الكرنج. سوري، كل واحد كان بيعمل السكين ده، بس بجد السكين ده معفن قوي. المهم كتبت اول حاجه ابي بنت، انا مش هطمع. اول حاجه نبدا بحاجات خفيفه، مش عايزين الاول الزوج والحاجه، احنا عايزين بنت، عايزين اطفال بس. المهم لقيت البنت الصغيره دي مش عارفه، يعني مش عارفه مالها، كانت متنحه كده وانا متنحه اكتر منها، ما اتكلمتش معاها ولا اي حاجه، فيعني سيبنا منها. نوال دي ولا مين؟ المهم يعني يا جماعه خير سيبنا منها. ما يعرفش ان دي صاحبتي، بس حسيت اللي هو نفس اسم حسابها. المهم الولد علي، تمام، نقول له دلوقتي يعني احنا كنا ابي بنت ابي زوج، يعني فاهمين اللي هو يعني اي الهدف قدامنا فبنغير الهدف، يعني لقينا هدف تاني هنغير الهدف الاولاني، اكيد يعني كلكم فاهمين الخطة دي. ايه ده ايه ده ايه ده؟ اتنين، قرار. انا حاسة ان انا هاخد قرار واسيب علي. ايه قرار دي؟ قراري ولا ايه ده؟ مش فاهمة ايه قرار. المهم هلا يا كرار ولا اسمك ايه؟ قالي هلا، فمعنى كده ان هو بيكتب بسرعة، ويعني مش هيغلبنا معانا النهاردة، مش هيغلبنا معانا وقت. المهم يا جماعة الخير انه قلت له ابي زوج، تكون زوجي يعني، ممكن تصيري زوجي. طبعا يا جماعة الخير ده كله طقطقة، اصلا انتوا كلكم عارفين ده عيب واستهبال وحرام، وانه اصلا يعني اصلا حتى لو وافق انا هطرده بره البيت، يعني هي استهبال بس. هنشوف. متزوج؟ مش زوج. طب طلقها، طيب طلقها بليز. مشيت ورا عشان اقول له طلقها بليز. انا خربت البيوت، انا يعني سوري لمرات كرار او قرار، معرفش يعني ايه قرار دي يا جماعه. في حد اسمه قرار؟ ايه معنى قرار اصلا ده؟ المهم ان احنا يا جماعه الخير دلوقتي هنروح ندور على اي هدف تاني قدامنا. اوكي، لقينا ولد بس حساه هيطلع اسمه ايه، يعني مش بيكتب كده، انتوا عارفين اصلا في ناس بتبقى كده مش بتكتب. الله يا جماعة، لقينا بنتين صغيرين، بص زي القمر زي القمر اهو، بس احنا دلوقتي خلينا في الولد. اوكي، الولد حاساه مش بيكتب، حاساه عبيط. المهم ان احنا هناخد البنتين دول وهناخدهم معانا ويبقوا ايه ده، بجري وراه. امبي ماله كده خايف مني؟ المهم ماما، امبي يما يما، انا خلفت يعني انا خلفتك ونسيتك يا بنتي ولا ايه؟ عارفين يا جماعه الولد الصغير او البنت الصغيره اللي هو بيبقى لسه بينطق ماما، اول كلمه يقولها ماما، في اللي هي دي نطقت اول ما شافتني ماما. ايه، انا مش مامتك يا حبيبتي، انتي بتبالي عليا ولا ايه؟ روحي شوفي مامتك فين. المهم غيرنا الهدف للمره المليون وخليناها ببنت، عشان احنا قدامنا بنتين مش قدامنا بنت واحدة. فيا جماعة الخير دلوقتي هناخد البنتين. طبعا يا جماعة الخير لو وصلتوا لحد هنا اكتبوا لي في التعليقات اصفر. فيا يا جماعة الخير، المهم ان احنا رحنا للبيت ده وهناخد بيت وهنجيب لهم بيت. وبص يعني يا جماعة الخير الدنيا فل فل وتمام تمام، واحنا ماشوا وات جماعة الخير احنا اخيرا اتبنينا بنتين. اوكي، اتوقع ان الناس بتحب في ما بيوت البيت ده عشان هو كبير وان هو بنجمه يعني، فالناس بتحبه، مع ان انا مش بحبه، بشوف ان الفرش بتاعه عشوائي، يعني عشوائي جدا، مش اللي هو قوي بس عشوائي بطريقه غريبه، ويعني ما فيهوش اي نقطه ذوق. ايه رمادي مع تركواز؟ مش فاهمه. المهم يعني يا جماعه الخير الالوان معفنه، بس هو كل حكايه ان هو كبير وطويل وبنجمه وبيستخدموه الناس الكرنج. تمام، بس يعني ده اللي فيه، اتوقع فيه فسين من جوه. المهم علينا، الولد ده لقيته كده جاي لي، اللي هو يعني عايز ايه؟ مش فاهمه، جاي لي عندي انا ليه؟ في ايه؟ ان هو يعني هو جاري 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 حتى سكرها. هو جاري في ما بيوت كده، فاهمين؟ فاهلين، بصي اهلين، وعاملك اللي هو علامه استفهام، شتبين ايه يا حبيبي؟ في ايه مالك؟ خفهم. ايه اهلين دي مالك قلب لنا وشك كده؟ الجار لا احسن برضو، انت خسران يعني، ماله كده قلب لنا وشه كده؟ ايه القرف ده؟ طز فيك اصلا، انت اللي خسرت كيفك يعني. المهم يعني يا جماعه الخير ما زال عاد معتذرا، مش هنسامحه. المهم ان احنا نطلع دلوقتي، هناخد يا حبيبي اعزلنا وهناخد بناتنا وندخل لجوه.
خلاص يا بنات مش هيبقى عندكم اب للاسف يعني. ايه ده، ادخلي يا جودي يا سطاطة. المهم انه يعني خلاص يعني هما اللي اختاروا براحتهم بقى. اوكي خلاص هنرجع لبيتنا ونهتم لبيتنا يعني وعيالنا وكده، فاهمين اللي هو كده نوديهم مدرسة مع اننا في اجازة. بس معلش انا بحب كده اكون ولية ظالمة وهفتري عليكم واديكم مدرسة في الاجازة يعني اهو. المهم بتقول لا لا على ايه يعني، هو شو لا يا حبيبتي في ايه؟ على فكرة انا اتقلبت من ساعة ما الولد اسمه ايه ده اللي جارنا ده ابو وش ماله يا جماعة بجد، هو وشه غريب ايه ده. المهم يعني يا جماعة الخير اسمه ايه، هنخليهم دلوقتي يناموا. بس يا جماعة الخير يعني ملحقوش يناموا عشان خلاص صبح الصبح يعني خلاص يعني خلاص هيروحوا المدرسة. فقلت لهم ان هما يناموا اسمه ده يلبسوا المدرسة. يا جماعة في بس نقطة كده عايزة اكلمكم فيها، هو ليه يا جماعة دايما لما ببقى مثلا ام وابقى مثلا بنت ما بعرفش اعمل ايه؟ يعني انا كل الحاجة الوحيدة اللي بعرف اعملها مع عيالي لما ببقى بنت لما ببقى قصدي ام، ان هو اوديهم المدرسة واني اعمل لهم الاكل وبس، وساعات بروح الكوافير ويعني اروح الصالون واسيبهم هما في الحديقة يلعبوا، بس دي الحاجة الوحيدة اللي بعملها. او ممكن نروح الشاطئ يعني ممكن نروح البحر. فيا جماعة انتوا بتعملوا نفس الحاجة اللي بعملها انا ولا يعني انا بس اللي بعمل كده؟ عشان بجد يعني مش عارفة اعمل ايه بجد. المهم سيبنا من البنت اللي بتقول هاي دي مش عارفة جت منين، حاسة ان انا عندي مزرعة بنات مش عارفة ايه ده. انا المدرسة كلها بقت عندي يعني، انا اتبنيت المدرسة كلها. المهم يا جماعة الخير انه جودي مش راضية تروح المدرسة، فاحنا هنسيبها عادي وهتيجي زي الكلب اصلا ورانا. المهم هننزل ونجيب الباص يا جماعة ونودي بناتنا المدرسة بإيدنا عشان احنا مش محتاجين للرجالة في حياتنا. عشان يا جماعة انا مبهورة قوي من اسمه ايه ده اللي كان موجود من شوية ده، الجار الخسيس. المهم ايه ده بيكتبوا طلاسم بجد، ايه السيرفر العبيط اللي انا فيه ده يا جماعة؟ انا خفت بجد. ايه ده ايه ده بيجري ورايا ليه دول يا ماما؟ انا خفت. ايه ده يا جماعة حاسة انا عايزة اقفل، انا اتقفلت من ام السيرفر ده. ايه العك اللي انا فيه ده؟ ده عشوائيات بجد. تصير زوجي عادي بصوا اي حاجة، بصوا لو لقيته مش عارفة مين نازل دلوقتي من الارض، نازل من الارض ايوه مش هقول لكم نازل من السماء، ممكن نقول طالع من الارض نازل من، بصوا اي حاجة. بصوا لو لقيته دلوقتي عربية طايرة كده فوقيكم عادي مش هستغرب بجد. ايه السيرفر العبيط ده؟ ايه يا رب اللي انا دخلت فيه؟ هو فعلا البشر ابتدوا ينقرضوا، او مثلا ممكن الناس ابتدت تسحب على روبلوكس وانا بس اللي بلعب روبلوكس في يعني مش عارفه والله. وانا شايبه مش فاهمه، وانا بس العقله ولا انا مش عقله؟ انا ابتديت اشك في نفسي. هو في ايه بجد؟ هي روبلوكس خلاص بقت البزران خلاص يعني ما ينفعش يعني، هي الناس الكبيره سابت روبلوكس ولا ايه مش فاهمه. المهم يا جماعه انتوا دلوقتي وانتوا بتشوفوني انا هبقى مسافره، الفيديو ده هينزل لكم مش عارفه والله ينزل لكم امتى، بس المهم انا هبقى مسافره، ممكن ابقى صاحبه ممكن اعمل لكم بسوس وانا مسافره تمام. فيا جماعه حابه اقول لكم ادعوا لي وكده يعني فاهمين. انا هسافر الثلاث في الليل يعني قولوا الصبح صبح الاربع. فيا يا جماعه يعني اتوقع هو الفيديو ينزل لكم اصلا بعديها بكتير يعني، ف قشطه مش عارفه ليه بقول لكم بس قشطه. المهم قلت لهم تعالوا جنبي، كنت عايزه اخد يعني الصوره للصوره مصغره يعني انتوا عارفين يعني كنت عايزه اخد اللقطه بس ما خلاص يعني. هو ايه ده استنوا، الولد ده مش هو ده اللي رفضنا؟ خالد اللي هو الجار الخسيس، انت جيت تعمل عندنا ايه؟ عامل نفسه دلوقتي بقى ولد يعني؟ طب انا مش بستقبل الاولاد، انا عايزه اطفال بنات بس، سوري يعني بس سوري انا ما بستقبلش اولاد. ايه ده هو بكيفك يعني ولا ايه؟ اوكي نسحب عليه تعالى نوديهم مدرسة. اوكي امشوا يلا المدرسة انزلوا. اوكي يا جماعة الخير حاسة انا عايزة اسحب عليهم، حاسة اني عايزة اسيبهم في المدرسة وامشي. ايه ده ايه ده مين ده مين ده ايه ده ايه ده استنى عامل نفسي مصدومة. الله او ماي جاد سو كيوت، ما كنتش متوقعة بصراحة. ايه ده لا لا يعني كرنج اكتر مني، لابس اديداس. ايه ده ايه ده ايه ده استنوا اهدي اهدي عادي عادي بصوا عادي جدا
شايفين بس الايموجي اللي هو عمله؟ او ماي جاد فانتاستيك. المهم يا جماعه تخيل ده كان النهارده، نسحب على امه دلوقتي كل زج طرى، ده كان النهارده عايزك احط لك الشركه والسلام.